السلام عليكم ومرحبا بكم جديد. اليوم جبت لكم بزاف 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 مفاجآت، وقبل ما نبداو حبيت نقول لكم اسمحوا لي بزاف على الإضاءة هذه، لأنه الموقع اللي مصور فيه بزاف فيه الشمس وأنا مانيش بيضاء سو بوان أني وليت ترانسبارنت كاع. على كل حال مرحبا بكم، وكما قلت لكم اليوم وجدت لكم بزاف مفاجآت. المفاجأة الأولى لأنه لاحظت أنه كاين بزاف 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 أسئلة وما نقدرش نجاوب عليهم كامل. علاه؟ باسكو فيسبوك امبوسيبل نجاوب على كل الأسئلة ضربة واحدة. نسيت نجاوب على بعض الأسئلة بصح ماشي أكل، لذلك لي سألوني اسمحوا لي بزاف 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 ما قدرتش نفتح الرسائل تاعكم، لكن جبت لكم هذا الإيميل اللي راكم تشوفوه هنا، هو questions@gmail.com. وهذا الإيميل واش تبعثوا فيه؟ أبعثوا فيه كل الأسئلة ولا كل المشاكل اللي حبيتوا نجاوب عليهم، ولا اللي حبيتوا نحلوهم هنايا على القناة تاعي اون ديريكت. على كل حال بعثوا واش حبيتوا، كونوا مرتاحين. حب الرسالة تاعو تظهر في فيديو من الفيديوهات تاعي يكتب لي في آخر الرسالة. أما المفاجأة الثانية، بديت برنامج رياضة يومي للمتابعين تاعي في الانستغرام. إذا حبيتوا تلتحقوا بهذا البرنامج تابعوني على الانستغرام، وهذا هو الانستغرام تاعي هاهو، وفيسبوك تاعي بيانسور إذا حبيتوا تابعوني في الفيسبوك. وهذا كان المفاجأة تاعنا لليوم، والفيديو هذا كما قريتوا في العنوان راح نجاوب لكم على كل الأسئلة اللي شفتهم تقريبا في الفيسبوك ولا الانستغرام ولا في اللايفات اللي عملتهم في الفيسبوك على الشغل في تركيا. اخيرا بزاف اللي قالوا لي ديري لايف في اليوتيوب وفي الانستغرام، لكن لاسباب شخصيه ولاسباب الاغلبيه انا راكم عارفينهم، لكن حبيت ندير السلسله هذه لكل خطره نجاوب على مجموعه من الاسئله تخص مجال معين، اللي هي مثلا الكراء، مثلا الشغل. وبديت بالشغل كحلقه اولى. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدخلوا لي الكومونتير تاعكم، بزاف 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 نفرح كي نقرا لي كومونتير تاعكم. نجرب دائما نجاوب على اغلب التعليقات بحكم انه نتوما نقدر نقول صحبتي واصدقائي، لذلك نسي نجاوب دائما على الكومنتات تاعكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه خاصه لانه قريب نوصلوا 1000 مشترك، لذلك ادعموا القناه هذه وان شاء الله باذن الله راح يكون فيها كل ما له فائده لكم وللجميع ان شاء الله. ابقوا معي. السؤال الاول، ما هي انواع الاعمال الممكنه للجزائريين في تركيا؟ السؤال هذا يا راح نجاوب عليه بشكل عام، لانه مانيش من اصحاب التخصص، لكن بحكم تجربتي هنا في تركيا وش هي الخدمه اللي ممكنه للجزائريين في تركيا. في الحقيقه كل الاعمال ممكنه للجزائريين، لكن الشرط الوحيد يكون عندك على الاقل دبلوم تكون جاي بيه لتركيا، لانه بزاف يقولوا لي احنا جينا وما لقيناش خدمه ولا نخدموا في مصانع و12 ساعه ولا والى 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 ما ذلك. الاعمال الموجوده للجزائريين في تركيا هي التعليم، الترجمه، مندوب مبيعات، في شركات الاتصالات والى ما ذلك. لكن اهم حاجه اللي حبيت نهضر عليها انه اي واحد يحب يجي ماذا به يجيب اللغه التركيه، لكن اللي ما جاش باللغه التركيه ماشي نهايه العالم، لانه مثلا التعليم الان كاين بزاف مدارس دوليه في اسطنبول لما تشترطش بالدرجه الاولى اللغه التركيه، في اغلب الاحيان راح تشترط لك الانجليزيه والعربيه، لذلك اللي حاب يجي لتركيا على الاقل يجي بلغتين ويجيب دبلوم تاعو. بزاف اللي يكتبوا لي الاعمال ماشي سهله في تركيا، نعملوا 12 ساعه ومصانع والى ما ذلك. اكيد العمل مكاتب من الله، لكن اللي حاب يجي ما يجيش بدون دبلوم، على الاقل شهاده ليسونس، شهاده ماستر، دكتوراه، ما يجيش بلا شهاده، لانه اغلب اللي يجيو بلا شهاده تقريبا راح يشتغلوا في مصانع او لا حالفهم الحظ، حالفهم الحظ راح يشتغلوا مترجم شفهي. لذلك هذا النقطة بزاف مهمة.
السؤال الثاني، هل يمكن للطلبة الجزائريين العمل في تركيا؟ بخصوص السؤال هذا الجواب تاعه أكيد نعم، يمكن لأي طالب أن يشتغل سواء في مطعم سواء في كمترجم سواء حتى مدرس، لا ما كانش مشكلة. لكن الإشكالية الوحيدة للطلبة أنه إذا جاءوا بمنحة خاصة من الدولة فذلك ممنوع أنه يخدموا، يعني ممكن تخدم لكن تخدم بأونوار، هذا اللي حبيت نقول. والله أعلم، ممكن أكيد لي عندهم خبرة في هذا الموضوع أكثر مني، لكن على حسب تجربتي وعلى حساب الطلبة اللي شفتهم هنا من صحباتي أو حتى اللي تعرفت عليهم هنا في تركيا، أنه كلهم يخدموا عادي وبصالير كما أي موظف عادي. السؤال الثالث، هل العامل الجزائري يأخذ معاش أقل من العامل التركي؟ هذا الجواب يعتمد أكيد على مكان العمل، لكن تقريبا أغلب الجزائريين اللي يشتغلوا هنا يأخذوا رواتب يعني لا بأس بها. وأنا كرأيي ما كانش بزاف تمييز في الناحية أنه لو تشتغل عند شركات أجنبية، كان عندك كذلك إذن عمل أو يعني بطاقة إقامة، فما تظنش راح يكون عندك مشكلة أبدا في إيجاد عمل مناسب بصالير ولا بمعاش مناسب. حتى ممكن أنه كاين بزاف جزائريين لصالير تحهم جيد جدا هنا في تركيا. السؤال الرابع، وهذا السؤال بزاف بزاف جاني، كيف أجد عمل في تركيا؟ الجواب بسيط جدا، إذا كنت هنا في تركيا كاين مواقع بزاف للعمل، منصات للعمل كذلك أنه تعرض فيه الخدمة تاعك وهما يعني يكونتاكتيوك، أو كاين كذلك الفيسبوك بزاف اللي ما يتولهولوش، لكن كاين مجموعات للعرب ولا للأجانب في الفيسبوك، مثلا وظائف عمل، عروض عمل للعرب في إسطنبول ولا في المدينة اللي راك حاب تعيش فيها في تركيا. هذه الجروبات كل مرة كل يوم يحطوا عروض عمل، والعروض العمل هذه ممكن تقدم لها في أي وقت. ممكن تدخلوا إلى مجموعات المدارس الدولية في الفيسبوك، راح تلقوا بزاف تقدموا للعمل. وآخر سؤال بزاف جاني، هل يمكن أن أجد عمل وأنا في الجزائر؟ هذه الجواب تاعها جاوبته بزاف، لكن راح نزيد نجاوبه في هذا الفيديو، وإن شاء الله اللي يشوف الفيديو هذا يستفاد. أكيد ممكن تلقاي عمل في الجزائر، أو ممكن تلقى عمل في الجزائر، ممكن تتوظف من شركة تركية في الجزائر أكيد. لكن المشكل الوحيد انه وكان يحبوا يديروا لك انترفيو وتقول لهم راني في دوله واحده اخرى، ممكن جدا مثل ما ذكرت سابقا انه يلغيوا الطلب تاعك حتى لو كان السي في تاعك بزاف هايل. لكن الحلول دائما موجوده، انه كاين بزاف شركات اجنبيه من بينها شركات تركيه في الجزائر، هذو ممكن تتوجهوا لهم مباشره، تحطوا السي فيات تاعكم، وممكن بعد سنه من العمل او حتى ماشي بزاف وقت تطلبوا باش ينقلوكم الى فرع من الفروع في تركيا، وبحيث انه تجيو بالاذن العمل مباشرة وتجيو بالخدمة تاعكم مباشرة. انا انصح جد يجيو لتركيا ويقدموا سيفيات تاعهم، وان شاء الله بالتوفيق. كان اخر الفيديو، نتمنى جاوبت لكم على كل اسئلتكم، واذا كاين مجموعة من الاسئلة واحد اخرين اللي حابين تسمعوا الجواب تاعهم اكتبوهم لي هنا تحت في خانة التعليقات، وانا اكيد اذا لقيت باللي كاين بزاف اسئلة ما جاوبتش عليهم راح ندير البارتي الثاني اللي نجاوب فيه على اسئلتكم. واكيد حبيت نأكد انه هذه على حساب خبرتي، انا مانيش مختصة لا في التوظيف لا في عندي شركة لا عندي مدرسة، لكن على حسب خبرتي في تركيا لمدة سنتين. لذلك نتمنى أن نفيدكم على الأقل بشيء قليل، وما تنساوش قبل ما نروحوا عبكم وش تديروا. وشكرا بزاف اللي اشتركوا لحد الآن. وقبل ما نخلص هذا الفيديو نأكد لكم على الإيميل هذايا اللي فيه قادرين تطرحوا أي سؤال أي إشكالية أي مشكل اللي نجاوب عليه مباشرة، حتى ممكن نعرض المشكل تاعكم في فيديو إذا حبيتوا أكيد. وبهذا أراكم في فيديو قادم، باي باي.